تعال انشوط هذا. كيف انشوط؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر يوسف، جايكم في الحلقة الرابعة من سلسلة لعبة تراش كلانك الأسطورية. طبعا خلونا نكمل مع بعض، وأنصحكم اللي ما شايف المقاطع السابقة يرجع يشوف، لأن القصة مرة حماس كأنك تشوف الأنيميشن. والحين خلينا نكمل ونروح وجهة جديدة. اللي متابعين ايش رايكم في السلسلة الحين؟ اتمنى تشاركونا بقسم التعليقات. طبعا عندنا كوكبين جداد، بنروح بليزر برايم. يلا الى بليزر برايم. طبعا كت صارت معاي، وهنا كلانك وريفت. قلت اعطيت راتشت الناقلة البعدية ليعثر على اللومباكس. لم اتوقع احد من فصيلتي ولا ان اجد وطني اذا سميتموه هكذا. اتظن انه سيعمل؟ لا لا لا. اوكي بليزر برايم، راح نكمل القصة مع هذي اثنيتهم. طبعا يعني ما متوقعين نشوفهم يشوفوا يعني نفس الفصيلة، فانصدموا لما شافوا بعض. الحين كل واحد يحاول يحصل الثاني ونواجه دكتور نفيريوس نتغلب عليه. طيب ايش اللي صاير هنا؟ واو نشوف. والان كان ذلك مبهجا. كريستالة. قام البليزون بتخزين الطاقة من الصدوع. يصير سلو موشن اذا ضربت. بعض اخر. اوكي. ليزر في عالمك؟ لا، ولكن سنجد المرحلة كوارتز السليمة هنا. من نضرب هذه يصير سلو موشن. الجرافيتي يعني ما سلو موشن، الجرافيتي كامل يروح. حلو. شكله بهذه الحركة بنحصل على اشياء. خليني انا رجع العالم الى طبيعته. هو من هذا؟ حشرات جديدة. طيب لين الحين النشاط الزلزالي بسبب الحواجز المتداعية بين الأبعاد. انفجارات كثيرة هنا صايرة. لنصل للجهة الأخرى من النافذة. لازم نروح صوب الثاني. بنلعب بالجرافيتي شوية. جاذبية. صديقتنا ما عندها شيء جديد. إذا ضغطنا هذا الشيء راح يصير. أيوة انفتح الطريق هنا. ولا كوارتز. من هذا الغريب؟ ماذا تريد ايضا؟ عقلي؟ حسنا خذ. قد يساعد. وجدت بعدا اخر وما زالت ليزر. مش في مضايقه بخير. كيف بو؟ اكيد البليزون. ان لم يهلك الكوكب بعد من كانت تلك؟ حلو. تعرف ما تحدثت عنه؟ اوه ايش في الارضيه كذا؟ حسنا كيف اروح هناك؟ نحتاج بلوره اخرى. ايوه يا سلام، شوفوني وانا في الكوكب. في حد هنا؟ باسم الامبراطور. جنود نيفاريوس. باسم الامبراطور. وينك؟ والعودة الى البعد السليم. اوه هذا السلاح الجديد يكهرب. فيري نايس. اوه حتى الاسبانات شايفينهم فوق. لازم اسحبهم. طبعا نضرب هذا المطرقة بعيد وتجينا. المهم بوكس علي راح اتوقع. كسر هذه. نحدد المكان ونضغط دائرة. فكرة حلوة يا اخي، بس كنا ظلام شوي هذا المكان. انضرب ذيلة يا اخي. هذا مال الكهرباء عجبني. وانا طورت اكثر شيء. يجب ان نتحدث الى عامل منجم. طيب نجي هنا. طريقنا للحين صح. لخبط شوي. ها
إنها تبث لأي أحد مستمع. خلني أغير العالم. شفتوا كيف؟ انفتح لي، وصلت الصوب الثاني. إيش هذا؟ فتحنا الباب. إذا رجعنا نفس المكان، المكان كامل متغير، ما نقدر نروح أصلاً. تأثر. حلو. من هذه الحشرة؟ هذا بصور معاها. أبصور مع هذه الحشرة بس ما خلتني. مهم. كمل طريقنا. لا المرحلة حلوة، مبين حلوة. أوه. هذا المكان فيه بركان. والله هذه الأشياء تتكسر. أوه شوف كيف السمك أشكالهم. بعد جاين واجد. أمسلهم كذا. واجدين ها؟ بس في طريقين، في طريق هنا وفي هناك. أكيد طريق ثاني في شيء مهم. لحظة هذول جاييني. نشوف ايش في هنا. ذلك الشخص في بعدي. الغريب انا لم اوجد. ايوه يمكن احصل كم شيء. يمكن في كريستالات نحصلها للتطوير. خلينا نشوف. مسمار ذهبي اخر. مسمار ذهبي. اول مرة احصل على مسمار ذهبي. ربحت جائزة. اوه اعطاني فلوس اكثر. اعطاني فلوس اكثر. فهذه الاشياء مهمة نسويها. طيب خلينا نكمل الحين. شوفوا العالم كيف فوق. طبعا من عالم الى عالم، يعني كوكب الى كوكب، مبدعين اكثر من الثاني. اوه حلوه. في شيء راح يوصل. يا رجل اين نحن؟ من هذيلا؟ احضر اللومباكس. هذيلا يركضوا وراي. تعالوا الله يخلي مال الكهرباء. جوط. تعال انت. تعال. تعال. انشوط هذا. كيف جوط. اوه واجدين والله واجدين. مع السلاح ما واجد قوي. بس شو كيسوي فيهم؟ حتى يوصل للثاني. باقي هذا. فجرناه. ما في شيء ورانا. ولكننا أكثر ذكاء. نعم نحن أكثر ذكاء. هذا ايش؟ اوه تحركنا احنا من مكاننا. واو المكان. سنحتاج إلى طريقة لتعدين المرحلة كوارتز، ربما من خلال الحفار العملاق. فلنبحث عن من يوجهنا إليها. أريد أعرف إيش شعور كلانك لما يواجه كيت. إيش اللي راح يصير؟ هل يعرفها؟ هل لا؟ أوه هنا كل. إيش هذا العالم؟ إيش اسم المكان؟ لغة ما مفهومة. آه، إنه مركز التعدين. ربما يوجهنا شخص ما هنا للحفار. محطة استطلاع كبير الحفار. لديك حقائق مسلية. بالتأكيد كمثال عامل المناجم 72% من حياته تحت الأرض. واو حقا؟ لا لكني أكره إزعاجك بنفاد المعلومات. ما تعرف شيء يعني ها؟ حلو. هؤلاء الأفراد مرتبكون تماما مثلنا. الزلازل والإغلاق والصدوع بين الأرض. هذه مدينة عبارة أنا أنش مسلحة جديدة. هذا السلاح قوي. دريل هوند خلنا ناخذه. اشتريت السلاح. حدث لبليزار في بعدي فقد يكون هذا التالي. شوفوا السلاح. شوفوا السلاح. حفارة. واو. صراحة واو.
إننا قريبون من محطة الاستطلاع. الأسلحة لا تكلموني. أسلحة كثيرة في هذه اللعبة. أكثر من البعد الخاص بي. ركز يا بولز. أوه عذرا. يلا بنروح إلى مكان ثاني. إيش صاير أنا؟ سفينة بكبرها جالس. شوف اللعبة تعطيك يعني انطباع حلو إنك تمر في عوالم كثيرة. ونفس الوقت تجرب أسلحة كثيرة يعني ما تمل ما تمل. هناك مؤكد هذا كبير المهندسين. كل مرة يجيك شيء كل مرة يعني بعد الأسلحة تتطور وكل ما طورتها تفتح لك أشياء. مرحبا. تسمعين ذلك؟ شو سمعوا؟ الأصوات لم أسمعها منذ فترة لكن الأرجوانيات تصاحبها دائما. أولا الزلازل والبليزون ثم هذا. لا أسمع شيئا باستثناء من يتساءل إذا كنت ستنقب عن كوارتز. ليس قبل معرفة ما يحدث. ما نعلمه الآن أن موقع التنقيب مسكون لذا أرسلت الروبوتات الحربية لفحص الأرجوانيات. شوف كيف لابسين ماسكات كنا عندهم كورونا. علي التقاطها عندما تكون آمنة. أوكي. ماذا؟ سأجد الروبوتات وأعيدها بأمان. لقد استقبلت هذه الروبوتات طيب. رسالة من بعدك. ربما تكون من ذلك الشخص الذي قابلناه. أمل أن يساعدنا في اكتشاف ما حدث ومنعه هنا. لنذهب. لنذهب. عندنا مهمة. الروبوتات تتبعت مسارات أعمدة الاستطلاع. بالتأكيد يستمعون من خلال. الأمان أولا. إيه من أين طلع لي هذا؟ حضرتك انت حق خشمي. رغبتنا في العثور على الكورد من مواجهة زلازل وحمم اكثر من اللازم. اوه في حمم. لا عاد ما خلاص اختفى. تعال اشكالهم حلوة والله. ولما تضربهم يسوي رياكشن. قبل لا يضربوك يسوي رياكشن بعد. اخذ انت في شيء في شيء تعرفوني لازم اخذ كل شيء عشان اذا جانا سلاح ثاني نشتري. الحين السلاح خلاص صارت غالية. اوه مرحبا. طح تحت. خطر كبير ادفعوني اسرعوا. حسنا نحن في خطر. يا الهي اوه لا كبير. الفيزون هجوم. طيب غيرنا العالم غيرنا العالم. يا اخي هذا العالم احلى. ما في ازعاج. لا في حد ضدي هنا. هذا الدرل صح. يا اخي سلاح قوي. ترمي لهم درل. شوف اذا نريد نجيب السبانات نطلق السبانه مالنا ال2 مربع. حلو. اوه المكان. طيب نغير العالم مره ثانيه. اشعر بالحراره ليتني اتعرف. جينا هنا ورانا ما في شيء. ساقوم باختبار الاتصال معها حتى تعود. يبدو انها اخذت ملفا صوتيا. سابدا في تنقيته. مختبر قديم امامنا. من معرفتي لجيم سيتوجه اليه اولا. جيم انا ما استخدم سلاحي هذا القوي مره ثانيه فخلنا نستخدم اللايتنينج. روبوت اخر. حسنا الكريستالات مهمه حق التطوير. هذا لمن هذا ما اصدق انا. شوف كيف جوضوا. هلا الحركه. من طلعوا هذا اللي بعد. تعالوا تعالوا حلو. خلصنا منهم. ادخل داخل زيادة. ظلام ظلام هذه المرحلة ظلام. اوه في شيء صار. طيب هناك طريقنا. احس بيصير لغز. طيب نفتح هذا. لحظة نفتح هذا. نغير العالم. طلعونا صناديق ثانيه.
زين توقف واستمع الي انكسر كل الصناديق لا نريد حدوث ذلك تتحدث عن انكسره جامع فتحنا الطريق مره ثانيه وصلنا مرحبا انت صديقتي الجديده لا اودي المهندسين طلب الصداقة friend request add me please subscribe and like تمام هذا راح عني بعيد خلني ادوره وين راح داخل هنا هنا ما في شيء وهنا ما في شيء هل نطلع برا كامل لحظة هذا يمكن رجع ورا ايوه لازم نطلع برا يعني هل نشوطه مذيلة انا اسف نسيت العدد طريقنا هناك هل تشكين في ان الجميع يعمل لصالح الامبراطور نيفاريوس طريقنا هناك هو يعمل لصالح الامبراطور اوكي بعدين هنا حلو للحين امورنا طيبه طيب نفتح هذا مره ثانيه نرجع العالم العادي ايها الهالكون متاكد العالم العادي عنده مشاكل نشوطهم كلهم حلو هذا تشوط سمع صوته من هذا لا بد ان نصل اليه نروح للكريستاله الكريستاله حركها قد يقربنا هذا خطوه للوصول الى الروبوت طيب حركنا البلوره ولكن كيف نضرب البلوره الحين في بلوره ثانيه هناك جميل اوكي انفتح الطريق اوكي ايزي نفتح وصلنا والحين انا جالس الحق هذه يعني الروبوت صباح الخير يا عمر نكمل الطريق ندخل هنا لنرى ما الذي التقطه الروبوت من الجانب الاخر لنرى ما هناك تحذيرهم من الاضطراب لا هذا فخ فخ يا جماعه الخير وش صاير هنا لا شوفوا لا تسوون مشاكل امورنا طيبه مع بعض احس انه بيصير لنا شيء بيصير لنا شيء ايوه حجه اي هذا الضخم اشكال الحياه غير معروفه لحظه هذا بنجيب له قنابل على طول انها هديه من بودي لك الان ابلع ابلع ايوه نجيب سلاح ثاني هذا اقوى سلاح عندي هذا اللي حلو فيه يروح ويضرب ضرب جاب لي الاسماك هذه الغريبه ايوه ناخذ الرش اللي يصعق انزعق 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 حتى البوز ينزعق ما يقدر يسوي شيء لا يطلق ولا صواريخ يلا هزمته
هذا هذا فتح لنا اكثر من طريق. هذا هو الطريق الصحيح. اكيد ايه انا صديقتك الجديده، لا تصير مشاكل. وين رايحين؟ مطابق للذي رايناه في سرغاسو. جيد، ستجتاز الامر. سرغاسو بس سلاح الليزر حلو ها؟ زز على طول، قلت هذيك اللي في الحلقه الماضيه. تمام. عالمهم كبير غير والله. لن اسمح باستخدام الحفار حتى ازاله الانسداد. لنذهب الى الحفار. لازم نعالج الانسداد وبعدين يخلونا نستخدم حفار. حفار ليش والله ما ادري. تلاحظ فوضى اخرى. يلا. رايت وشيت التو في سفالي. حقا؟ طيب لغز جديد. عظيم. ان شاء الله يكون سهل. عبر النشاف راتشت كسر هذه. لم تعمل جيدا وسط الرياح. الو نعدل الممشى هذا. تلك كرة ابي سفار اما اي شيء تلمسه مما يبدو بديهيا. لحظه في شيء هنا اقدر احطه. ما الذي تحمله في كتابك؟ ايوه خليناهم يروحوا سيدا. طيب ناخذ الكره نجرب نحطه مكان ثاني. حطه هنا. هذا شيء ثقيل ينزل هذا كامل. حلو. طيب انا عندي كرتين الحين هنا في منشار. ايوه اخلى الطريق. حلو بس خلاص امورنا طيبه. هذا وظيفته انه يخلي الشيء ثقيل وراح ينزل على طول. راح نحط الكره هنا وراح نعدل السير. طبعا هناك في مروحة نفس المروحة راح يكملوا سيدة ويفتحون الباب الأول. جميل جدا. 3 4 5 خلاص بطلون الباب. تليبورت اكزيت. يصير كيف؟ اوه اقدر اروح على طول هناك. حلو تليبورت بس دايره. طيب هنا نواجه مشكله ثانيه خلينا نشوف كيف. اخترق دماغي وراء ذكرياتي. ما في شيء صعب، ما في شيء صعب ان شاء الله. الايام يا ابنائي لم اعد ملما بالاحداث. ايش هذا؟ اوكي لازم اجيب لي كره هنا. من المثير انكم من بعدين مختلفين. لدى راتشت والريفت اختلافات عديده. لم يكن طيب خذينا هذه الكره. حين قابلته على عكس ريفت ربما. ايش الفايده هنا؟ ايش فيه؟ ربما كل نسخ راتشت الاخرى تكره الروبوتات في ابعادها ايضا. لحظه وقفنا هذه. لا ما في فايده. لحظه في حل اظني. ايوه اجيب الكره الثانيه. جبنا كره الثقل. ناخذ الكرة الثانية. تمام سهلات ان شاء الله. الثقل راح نخليه في هذه لانه راح ينزله. واللي ثبت راح نحطه هنا. ثبت هذا وهذا هذا. حلو تفاهمين اهم شيء. نرجع ونشل كل الكور. نجيب هذه الكورة ونجيب هذه الكورة. حلو الحين عارفين هنا اخضر وهنا احمر الجمب. تمام ولكن تبقى مشكله المنشار. راح نعطيه الثقل. خلاص الحين راح يصعدوا فوق ينفتح الباب. علينا اللغز الثاني يا جماعه الخير. اظني يبقانا اخر باب ولا خلصنا. بنعرف الحين. اوكي بعد في لغز اخر. اللغز الاخير. اوه شكله صعب شيء. انهما سريعان في اتخاذ القرارات بخلاف دائما انهمك. قضينا اول كوره. وانت تتمنى لو كنت افضل في هذا الشان. ليس طوال الوقت. هذه المراوح لكن لطيف الا دفعنا والله. كثيرة.
هنا في كرة حمراء. أيوة نزلنا. راح ناخذ الكرة الحمراء. طيب لا جيبي هذا. جيبوا كرتنا الثانية. عندنا كرتين. طيب في كرة ثالثة. ليش ما قادر اروح هناك؟ تمام اللقطة نرجع هنا. طيب بنحط نحط الكرة الثانية هنا ونحط مال الثقل اللي ثبت يعني هناك ونروح بسرعة. اخذنا الكرة الخضراء خلاص. الحين بنحل اللغز خلاص. خليني انا اكسر بالاخضر هذا البوكسات. حلو كسرنا البوكسات. الحين الموضوع اكثر من بوكسات. نشيل كل الكرات ونجي لاول واحد. راح نحط الجمب هنا. راح يسوي جمب وبيروحوا يمين. راحوا يمين. ومن يروحوا يمين نشوف. ايوه نحط لهم طبعا اللي هو الهيفي عشان يكملوا سيدة. خلاص حل اللغز. بداية الاحمر وبعدين الهيفي وخلاص. حلنا اللغز الثالث وصلحنا الموضوع. خلاص نطلع من الترمينال ميتا ترمينال وكذا احنا حلينا المشكلة. سهل هو بس تركزوا ايش تسووا وتحلوا على طول. طيب نصلح المشكلة هنا. صلحنا والماي مر. بإصلاح هذا يمكننا الآن استخدام المصعد. وقت الحفر لبعض الكورت. بنروح للمصعد. خلصنا أمورنا كلها. ضبطنا أشياء صراحة كثيرة. نروح فوق. سنستعمل الحفار. نحصل على الكورت ونصلح النقلة. في حال عدم وجود فرصة أخرى لأقولها شكرا لك. لا تصبح عاطفيا معي يا بولز. لم ننتهي بعد. سمي بولز. لا ما ينزل. انظر هنا عاد فريق. اوهو جايونا جايونا. لازم مشاكل في الطريق. تعال انشوطه. شوط لين فجر. هنا الموضوع صعب. طيب نضرب يمين. وزنا انا اروح يمين. برجع بالنص. ايش في هنا؟ دايمنشن. نغير دايمنشن ولا شو اسمه. نقفز دائره. حلو. ريبورت. طيب اشوف بلوره بنفسجيه غير لازم اضربها. ضربناها. لازم اغير طريقي. نغير مرة ثانية دايمنشن ونكمل. لا في النص تكملها في النص. اوه زين بطلنا الطريق. خلاص خلصنا. اختربنا من الحفار الرئيسي. هذا هو الحفارة. انا حلم حياتي ان اشغل حفارا اكبر مني بمئة مرة. هذا محدد للغاية. حلمها تحقق. الأهداف المحددة تتحقق. طيب خلينا نشغل حفار. يا لومباكس وين؟ انكسر شيء. خبر صار. نجحت في فك شفرة رسالة من الخلف. أخيرا يمكننا السماع. استمعوا. صاير شيء يكلمونا. لقد دمرتها الصدوع. دمر الحفار بليزار. ماذا؟ لقد قمنا بتشغيلها. اوه شغلناها. احتمي. بدا الاغلاق. جايو الاعداء. جايو الاعداء. لازم نفجرهم. امشي التشويط. والله سلاح ممتاز عجبني. سريع وقوي نوعا ما.
ناخذ الى غيرهم. كيف اشيل هذا السلاح بس اللي تحتين اللي هو عرف؟ خلنا ناخذ الدرل، بس الدرل بخليه حل احسن اشياء قوية. ايش نسوي لازم؟ اخذنا البلورة. يس. اقبضوا عليهم. علينا العودة الى البعد الاخر بسرعة. بالسرعة لازم نروح. في واجدين. في واجدين. هنكسر ذيلا بس. يريدوا ضرابة؟ ليتس جو. ليتس جو. Let's go. اتوقع الليلة. طيب فجرناهم ولا كيف؟ عاش. والله من جاني هذا السلاح وانا مشوطهم. ما خليت فيهم شيء. اوكي ناخذ السكاريب. ما في شيء هنا. ما في شيء هنا. نكمل طريقنا. انفجر انت. مات. هذا كان اخرهم. هناك طريق للعوده هنا. طيب. ايش اللي صار؟ رجعنا العالم الحقيقي. في شيء غريب. هل لازم نتغلب على كل الأعداء ولا ايش؟ لازم افهم الموضوع وين اروح. اكيد لازم ادمرهم بس. ايوه جون دروب شيب. لا ما نموت ان شاء الله. ان شاء الله ما نموت. لازم نفجر هذه السفينة. ما هي خطتكم؟ سفينة الدعم. لا نفجرها. ومليئة بالوقود. حلو. قنابل. ان تصبح قنبلة. او اذا صدمناها بالحفار ستزيحه ونفقد الكوكب من التحطم. لازم نصدمها بالحفار. لكننا في فترة ما قبل النهاية. ان شاء الله ما يخلص رصاصي. اذا استعدوا للاصطدام. من جاني؟ انا صديقك جيم. ارجوك لا تموت. يلا باقي لها السفينه شويه. شك. فجرنا السفينه. الدرل بيشتغل مره ثانيه. لا بسرعه. لا بس ساعدنا كلانك. ساعدنا كلانك. لا. حسنا ربما ليس بهذا السوء. يصلحوه. اعلم الامر مريب جدا لكن المورث اخبروني عن شخص في تورين فور يدعى رجل التصليح. اذا هدمت سيصلحها رجل التصليح. لازم يصلحها رجل التصليح. تأكد من صحة الأساطير. لا أصدق أننا أنقذنا بليزار. حسنا بولتس لنعثر على رجل التصليح. إذا كنت محقة ورجل التصليح أصلح المرحلة كوارتز سنكون قد حققنا المستحيل. المورتس يتحدثون عنه باعتزاز. وثق بي هم لا يعرفون الكذب. إذن ربما لا تزال لدينا فرصة لإنقاذ الأبعاد. كذا يا أعزائي المشاهدين احنا خلصنا الحلقة الرابعة من سلسلة لعبة راتش كلانك. نشوفكم إن شاء الله في الحلقة الخامسة. السلام عليكم.